إن شاء الله راح نتكلم عن الإفرازات المنكرياسية HSOO3 يعني البيكربونات تعمل على تحييد الأحماض وحماية الإنزيمات الهاضمة، وطبعا المياه والكتروليتات تعتبر هي تعد بمثابة يعني جهاز لتوصيل السوائل للإنزيمات الهاضمة. عفوا، أيضا الإيميليز وهي طبعا خميرة في عصارة البنكرياس، أيضا كما توجد في اللعاب أيضا تعمل على تحويل النشا من الكربوهيدرات إلى السكر. أيضا الليبيبيز يساعد في إذابة الدهون، ويساعد على يعني يسبب سيلان في الدهون بشكل متقطع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحريبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.